أسلحة ثقيلة ومتوسطة وعتاد حديث بأنواعه، استخدمه النظام في قصف الغوطة الشرقية وصولا إلى الطيران الروسي الذي جاء ليتابع ما بدأه النظام من قتل للمدنيين وحرب للثوار، وكل ذلك لم يحقق ما يتمناه النظام ميدانيا. الثوار وبأسلحتهم البسيطة وعتادهم محلي الصنع شقوا لأنفسهم طريقا نحو النصر، فها هي سرية الهاون في فيلق الرحمن التي ثابر عناصرها على تطوير عتادهم وتصنيع أنواع مختلفة من الهاونات والمدفعية الثقيلة. احنا كتيبة المدفعية فيلق الرحمن مرابطين على جميع الجبهات بالهاونات، الهاونات عيار 100 و125 و120، وجاهزين لصد أي هجوم بتقوم فيه عصابات الأسد الغاشمة، والحمد لله نحن مستهدفون بأي تقدم، بأي محاولة اقتحام، بأي عمل بيحاولوا أن يقوموا فيه، طرق الإمداد تبعهم، طرق الخنادق تبعهم، بأي منطقة نحن إن شاء الله جاهزين عليهم وعم نستعمل الهاون ضدهم بإذن الله. سنوات خمسة مضت على الحرب في سوريا أثبتت أن سلاح النظام المتطور وحلفائه لم يستطع القضاء على سلاح بسيط محلي الصنع يحمله ثوار مؤمنون لعدالة قضيتهم.